السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مصطفى عطيه، والنهارده هنتكلم خصوص كليه طب بيطري من حيث المميزات والعيوب. اذا تحدثنا حول مميزات، هنلاحظ انه يمكن لحضرتك كخريج طب بيطري العمل في شركات الادويه والتامين وكذلك منشات الطبيه، وذلك في احيان كثيره كبديل للاطباء البشريين والصيادله، ولذلك هنلاحظ هنا ان مجال عملها واسع. انا طبعا بتكلم انه بخلاف عملك الاساسي في تخصصاتك، انت ممكن انت تشتغل في شركات ادويه بيطلبوا اطباء بيطريين، كذلك شركات تامين خاصه شركات التامين الطبي تاخد اطباء بيطريين في اقسام المراجعه واقسام الموافقات وخلاف، فيمكن لحضرتك ان انت تشتغل في هذه الاماكن. ثانيا طبعا نلاحظ ان الكليه دي مناسبه للمحافظات بعيده التي لا يوجد شركات او مؤسسات تجاريه كبيره او انتاجيه، وكذلك هتلاحظ ان فيها اكيد مجالات عمل طبيه، فهنلاحظ انها ممكن انها تسمح لك بالعمل اكثر من وجوده في تخصص اخر لا يوجد له نطاق عمل داخل محافظتك او المنطقه اللي بتسكن فيها. ثالثا طبعا هتلاحظ ان العمل الانساني، لو حضرتك شخص مهتم بهذا المجال، هتلاحظ ان انت بتتعامل مع حيوانات او في مجالات تضطر فيها ان انت تتعامل مع مخلوقات لا تستطيع التعبير عن ألمها أو حزنها أو خلافه، ولذلك أنت بتتعامل مع عمل إنساني كبير للغاية. رابعا إمكانية العمل بعد التخرج في الجيش كضابط متخصص. طبعا الجيش بيطلب كتير جدا أطباء بيطريين نظرا لأنه لديه مزارع كثيرة والكثير جدا من الثروات الحيوانية، فبيحتاج أطباء بيطريين داخل التخصص بتاعه، ولذلك هم مطلوبين أيضا بعد التخرج. إذا تحدثنا حول العيوب، هتلاحظ هنا أن أول عيب هو أنه بيتم النظر لهم نظرة متدنية عن خريجين كلية أطباء الأسنان، وده طبعا من حيث المجتمع دايما بينظر ان انت طبيب بيطري، انت مش طبيب بشري، او انت مش محصل دكتور أسنان، فدايما بيتم النظر لهم نظرة أقل بكثير من الأطباء البشريين والأسنان. كذلك هتلاحظ أيضا ان المرتب بيميل إلى الانخفاض في العديد من الأماكن. ثانيا هتلاحظ كمان صعوبة الكثير من المواد والحاجة لسة أثناء حضور والالتزام في أثناء المحاضرات، ولذلك لا يمكن لمن لا يريد فقط سوى الحضور والدخول على الامتحانات الالتحاق بمثل هذه الكلية، والكثير بيعتقد ان الكلية سهلة ولكن هي من الكليات الصعبة وليست السهلة. ثالثا بتميل العديد من اماكن العمل الخاصة بتخصص لإعطاء مرتبات منخفضة نسبيا، لو حضرتك مثلا هتشتغل في مستشفى بيطرية هتلاحظ ان مرتبات الاطباء البيطريين في الغالب منخفضة، نعم بيبقى فيه كشوفات وبيبقى فيه عمليات حيوانات، ولكن ما هي نسبتها بالتأكيد في بلد زي مصر او الكثير جدا من البلدان العربية، ولذلك هتلاحظ هنا انه هذه النسب واناسب بتميل الى اعطاء مرتبات نوعا ما منخفضة للاطباء البيطريين. ولكن طبعا هذا الموضوع بيختلف لو حالة ان حضرتك اشتغلت في شركة مين او اشتغلت في مجالات اخرى في المجالات الطبية بخلاف تخصصك، فممكن حضرتك تحصل على مرتبات نوعا ما جيدة. رابعا ودي نقطة للأسف من النقاط الحساسة جدا، هي انه بيبقون هناك نوع من انواع التفضيل والاولوية لخريجين الطب البشري في الوظائف القيادية في المستشفيات الأماكن الطبية خلاف طبعا المستشفيات البيطرية، ولكن لو حضرتك مثلا اتعينت في احد المستشفيات العامة البشرية في احد المجالات الطبية داخلها، هتلاحظ انه دايما كل الوظائف القيادية بتكون الافضلية فيها مطلقة لخريجين الطب البشري، فمهما تعمل بتكون الافضلية ليهم، وكذلك في شركات التأمين الطبي. خامسا هتلاحظ ان التعامل مع الحيوانات صعب وبيحتاج لصبر وقدرة على التعامل، ودي نقطة محورية جدا نظرا لان البعض قد لا يستطيع فكرة التعامل مع حيوانات او لا يستطيع التعامل مع مخلوقات اعجمية لا تستطيع الكلام او الحديث او التعبير، فالبعض قد يكون هناك صعوبة في التعامل معها. اذا تحدثنا مرة اخرى حول المزايا والعيوب، هتلاحظ ان المزايا امكانية العمل في شركات الادوية والتأمين والمنشآت الطبية كبديل للاطباء البشريين والصيادلة والتخصصات الطبية الاخرى، ولذلك مجال عملها واسع. ثانيا مناسبة للمحافظات البعيدة التي بها مجالات عمل طبية ولا يوجد بها شركات او مؤسسات تجارية او انتاجية. ثالثا العمل انساني من حيث التعامل مع حيوانات لا تستطيع التعبير عن ألمها. رابعا امكانية العمل بعد تخرج في الجيش ضابط تخصص والالتحاق. اذا تحدثنا حول العيوب، هتلاحظ انه هناك نظرة متدنية عن خريجين كليات الطب البشري، كذلك صعوبة الكثير من المواد والحاجة للحضور العملي والالتزام في الحضور. ثالثا بتميل العديد من اماكن العمل الخاصة بالمجال لاعطاء مرتبات منخفضة نسبيا للاطباء البيطريين. رابعا الاولوية بتكون لخريجين الطب البشري في الوظائف القيادية في المؤسسات الطبية. وخامسا التعامل مع الحيوانات صعب ومرهق وبيحتاج
بيحتاج صبر وقدرة خاصة على التعامل. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان تستغفرك اتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات تشرفنا الرد عليا في علاقات او على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.